مشروعنا مشروع تطوير كورنيش شط العرب مناقصة 2 بلدية 2020. نسبة الإنجاز الفعلي 51%، نسبة الإنجاز المخطط 45%. العمل جاري بتطبيق قبعة الجدار الساند بالبازلت، وعندنا هنا تهيئة مسار التوسعة وتطبيقها بالمرمر. وصلت الكميات كبيرة جدا من البازلت والمرمر، وتم فحصها مختبريا ونجاحها بالفحص، والعمل جاري بفقرات المشروع إن شاء الله وينجز قبل الوقت المحدد. اللي هو شو وقت الوقت المحدد لإنجازه؟ تقريبا إن شاء الله نكمل هذا المقطع خلال 3 إلى 4 أشهر. نعم. هذا وننتقل للجانب الجنوبي. نعم. والجسر الرابط أيضا. ماذا عن قضية إزالة التجاوزات اللي موجودة على الكورنيش؟ يعني نعم. هل تمت؟ هل لا زال العمل مستمر؟ لا والله، هو اكو هسه كتب حاليا بين المقيم وبين لجنه رفع التجاوزات، وخصوصا بالجانب الجنوبي كثير من التجاوزات اللي احنا حاليا ما نعرف عائديتها لمن، يعني راح تعارض منطقه التوسعه وتشوه المنظر ايضا. فنامل من الجهات ذات العلاقه انه ازاله التجاوز حتى يكون عمل مفتوح بالنسبه لنا. زائد احب انوه الى انه يعني المواطن الكريم هذا شغلنا وتعبنا كله له والترفيه، فجاي نشوف يعني اعمال عبثيه جاي يصير خصوصا فتره الليل، يعني تلف بالبازل، تلف بالاماكن اللي نحدلها ونهيئها. فاتمنى انه يكون المحافظه على هذا لنا باعتبار هذا لنا مستقبلا ولعوائلنا.